ما صار لنا 4 سنين قاعدين مع بعض على طول. أنا فكري ندى، أنت اللي عليك عملتي، وأنا ممنون كثير اهتمامك فيني وبحماتك، بس ما عندي شيء، خلينا هيك مثل ما نحن. عاد إذنك لازم غير كلامي. لساته معند؟ خجلني، عم بيقول هيك أحسن إلك وإله. لا مو أحسن، لا إلي ولا إله. شو حتعملي؟ مبسوط بالسكنة هون؟ ايه؟ بس أنا مالي مبسوطة لأنك تركتني. أنا ما تركتك، أنا تركت بغرفة. لا تركتني أنا هلأ، ولا كأني زوجتك. من زمان ولا كأنك زوجتي، بس أنا بضل جوزك. وإذا ترجيتك تستهدي بالله. يا رودينا، أنا دائما مستهدي بالله. معناتها بترجع لغرفتك؟ والله كل واحد بيدور على راحته، وأنا مرتاح هون. أنا آسفة إذا ضايقتك ووعدك. رودينا، لا توعديني، سبق ووعدتيني وعلى الوعد يا كمون. أنت بتعرف إنه نفسيتي كانت تعبانة. ورح تضل تعبانة. لا لا، أنا هلا حاسة حالي أحسن. هلا يا رودينا، هلا حاسة حالك أحسن؟ بعد ما اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، اتزوج أميرة وارجع نام معك بغرفة وحدة. بتعرفي رودينا، خلينا مثل ما نحن نكسب حالنا. قلت لك أنا آسفة ومستعدة إني ما عاد في فايدة. أنا تأقلمت مع حالتي الجديدة. شو يعني؟ يعني تأخرتي كتير. هيك يا سالم؟ أنت اللي وصلتيني لهيك. عموما أنا عملت بأصلي وأخلاقي وجيت لعندك لحتى ما أحس إني ظالمتك. هلأ هيك أنت اللي ظالمني. معلشي، ظلمتيني سنين، خليني أظلمك يومين. سالم، بذمتك مالك متعرف على شي وحدة؟ لا، أنا بحياتي ما عرفت وحدة غيرك. بعدين العيب منك مو مني، يعني ما في حدا بيلومني من الناس أبدا إذا تزوجت. لاحظ إني مدت لك إيدي. وحياة 10 سنين الطويلة اللي بيناتنا بدك تندم. أنت اللي رح تندمي. أنا على إيش بدي أندم؟ أنا عملت اللي علي، فتت لصالحه وما قبل، قالت أقلم مع حالته الجديدة وما عاد بده يعني. لح يا سالم، طالما بلشت تشك فيك معناتها لازم ارجع نام بغرفتها. شو بابا، ما في شي بالدنيا بيضل على حاله. خلاص انتو ريحوا بالكم، كل شي بأوانه. هلا لا تطلعوا فيني هيك، اذا كان شغلي انه ارجع على الغرفه هلا بحمل اغراضي وبطلع.
جد بابا؟ طبعا بابا، لأنه أنا كمان ما بيهون علي زعل أمكن، بس هالرصة كانت لازمتها. ندى جهزي الأولاد خلينا نمشي على البيت. لا وين تمشي يعني؟ مو معقول انا تركته لابو، يعني تركته للي عازمني على الغداء لانه عارفاه انه عم تتغدي انت هون عندنا بالبيت، وما حبيت فوت هالفرصه. ايها، ما هذا لطف منك. فيكي تعطيني الامان لاحكي كل شيء؟ ايها، الك الامان. يعني حتى لو كان الشيء اللي بدي اقوله ممكن يكون وقح شوي؟ واحد مثلك ما بتوقع انه يوصل لحد الوقاحه. يعني إلي الأمان. إلك يا ستي، أنا مو بس معجب فيكي مثل ما قلت لك أميرة، أنا ما عم بقدر قيمك من بالي، يعني صاير طول وقتي عم فكر فيكي، يعني بالليل ما بقدر أتخيل غير عيونك وضحكتك ومشيتك يعني كلك على بعضك عم تأمزي هون بمخي أمز. لك أيهام عم بأمز. إيه عم تأمزي وتنطي وتركضي، يعني حياتي كلها صارت أنا سوزان الأزهري، مع أني يعني كلمة هيك كلمة الأزهري بتلمع براسي مدري شو بصر لي، بيقطع قلبي من الخوف. يعني بتعرفي بيت الأزهري وين وبيت العمري وين؟ لك أيهم أنت شو صار لك؟ سوزان ما تسكتي؟ حتى لو سكتتني بدي ضل أحكي. أختي ما عاد فيني، أنا رح أختنق، بدي بقى أنا هالبحصة هاي، يعني بدي أعرف حالي أنا، يا أما خليها براسي وقلبي يا أما شيلها منه. تقدر تشيلني؟ تقدر تشيلني من قلبك وراسك؟ يعني على المدى القريب هلأ لا أكيد، بس بدي أحاول، يعني مش هم ما صير مثل ما بيقولوا عالي على المجتمع. كيف يعني عالي على المجتمع؟ يعني حتى ما صير مجنون سوزان وسايح بهالشوارع. هلأ أنت أيهام؟ هذا أيهام، لسه في شي عندك ما قلته؟ انتي ما علقتي على حديثي بولا كلمة، لساكي عطيتيني الأمان؟ أنا بحبك. أنا فيني أمشي؟ سوزان سؤال، بده أمان؟ لا. هلأ مو الغريب أنه أنت الوحيدة من إخواتك اللي ما عندك سيارة؟ أميرة أنا ما بحب سوق. ما بتحبي ولا بتخافي؟ يا سيدي بخاف، هلأ بقدر أمشي؟ أميرة تعي معنا. بس البس جاكيتي على اذنك. اذنك مو لازم توصلها لحالك بعد ما بقيت كل شيء. بعرف اني كنت وقح لانك ما بدك توصلني لحالك، لانك مو نهاز فرص، انت صادق مو وقح. يلا شرف. تفضل. يا ترى حلال اذا هو اخذ البنت وانا اخذت الاب ولا حرام؟ طيب خلص اوكي ماشي باي. ايوه بدك شي؟ بدي تلاقوا لكم حل انت وبابا. ابوك ما بده يحلها، وأكثر من اللي عملته ما عاد فيني أعمل. خلص ما عاد بده يعني. لهيك بدك يا مين. شو أعمل أكثر من إني ترجيته ورح بوس إيده، وأنا اللي بحياتي ما حطيت واطية غير للي خلقني. بس هذا بيضل بابا وزوجك. ما عاد اعتبرني زوجته، قال إذا تزوج ما حدا بيلومه. طيب شو سبب خلافكم؟ ساعة
سأل أبوك. هو ما عم يحكي وأنت ما عم تحكي، شو السر الفظيع بيناتكم؟ تأدب يا ولد. ولد؟ ماشي. سكر الباب وراك وانت طالع. أنا رفعت الراية البيضة. ما سمعت شو قلتي؟ ايه رفعت الراية البيضة وانت وابوك كنتوا على حق. يعني بدك يعني نرجع على الفيلا؟ ايه واليوم قبل بكرة. هلا مع اخواتي وابي الموضوع محلول، بس امي شو بدنا نقول لها السبب؟ بصراحة انا عايشة مو عايشة بهالبيت، بعدين انا ما عرفت خير الفيلا الا ما جربت غيرها. وهيك بدك تقولي يا ماما؟ اهم شيء انه امك هي اللي شجعتني اني اتخذ هالقرار. هي اللي حكت معك مشان نرجع على الفيلا؟ بصراحه انا ما فتحت لها سيره، بعدين امك كثير متغيره معاملتها معي، وراح اقول لها انه هي احد اسباب رجعتي. هذا الحكي كثير مهم، كثير ظريف، بده احتفال. نيفين فداء. اتركوا نيفينو فداء. شوفي بابا، شوفي بتقولي لهم انت ولا اقول لهم انا؟ لا انا. بدنا نرجع نعيش بالفيلا. امتى؟ بكره. شفتي قلنا اللي خلينا هونيك عن ضرورية الشنططة. سمعتي ضرورية الشنططة؟ غير هالكافيتيريا؟ تقولي مثلا؟ بعدين شو بالكافيتيريا؟ ليك العصافير ما أحلام، هي أحلى كافيتيريا بالبلد، يسموها كافيتيريا العشاب. نحن شو دخلنا؟ يعني قلت لحالي بلكي بتكوني غيرتي رأيك. يامي خلص شو هيك عم بمزح. هلا وقتك. ألو أهلين ابتهاج. لا جاي شوي لعند رفقاتي. خلص بخلص من عنده وبيجي من عندك، ما بتأخر. يلا باي باي. تعرف انه ابني فؤاد شافنا هداك اليوم بالمطعم؟ بالله؟ واضطريت كذب عليه وقل له انك انت عم تعذب امك، وانه امك طلبت مني اني احكي معك وانصحك. برافو.
صاير عم تنفدي حالك؟ يعني هلأ لو مالي متضايقة كتير كتير وطاقة روحي ما كنت طلبت منك اني اشوفك. معناتها اجي دورك تفضفضي؟ ليش هديك المرة انت فضفضت؟ ضحكت علي بس لحتى تشوفني. انا بضحك عليكي. انا بقدر اضحك على احلى ست بالعالم. ماما انت هي فؤاد. انت خلاص فؤاد بوس ايدك لا تفضحني. عود مشان هيك مو طايقتي لماما؟ وعك تغلط. انا اغلط يا ام تمني ولاد يا ست نيفين وفداء؟ بخصمك قول كل شي في عندك بعدين بجاوبك. جاوبيني على شو بدك تجاوبيني ولا على شو؟ ردينا نعمان زوجة سالة من أزهري قاعدة مع واحد مثلك انت خلاص. فؤاد ماما لا تقلي لي انك انت قاعدة هون لحتى تنصحي. لك ليش قاعدة معه؟ يا سيد فؤاد انت أمك بتعرف انه انتوا قاعدين هون لحالكم؟ أمي؟ طبعا بتعرف. أعطيني رقم. اعطيني رقم احسن ما كسر المحل فوق راسك. معناتها ما معها خبر ومع ذلك اعطيني رقمها. بدي اسلم عليها. طيب خلص انا بتصل لك فيه. لوين قايل؟ عود احسن ما اعملك فرشه بالمحل. اعطيني رقم. طيب ولي على قامتك يا ردينا. ماما اعطيني رقم لولو خانو احسن ما اتصل بابي واخواتي وجيبهم لهون. واحد اثنين ثلاثه عود. رح بلش ببابا. خلص خلص رح اعطيك الرقم. بس وحياه البطن اللي حملك ما في شي بيني وبين يامن. مصدقك ماما مصدقك. اعطيني الرقم. بس اوعك تغلط معها او تقلها شي او شو اجرح مشاعري مثل ما جرحتي مشاعري. اعطيني الرقم. 09 تفضل. ايوه مين معي؟ انا فؤاد ابن الست ردينا زوجة سالم الازهري. اهلين يا ابني خير. ممكن تعطيني ابنك يامن؟ والله يامن برات البيت. بدك منه شيء؟ يعني ما بتعرفي وين ابنك يامن؟ ما قال لي في شيء. تذكري اذا كان موعد حدا او بعدتي لعند حدا. شو القصه يا ابني؟ هببت لي قلبي. قصه انه ابنك يامن هلا قاعد بكافتيريا العشاء مع مين؟ مع امي. شو؟ مثل ما عم قلك فتت على الكافتيريا لقيتهم قاعدين مع بعض. شو عم تقول؟ أمك ما عندك خبر لا هلا ولا بالمرة الماضية. عفوا قصدي بالمرات الماضية. شو؟ خبرونا عشقانين بعض؟ استحي فؤاد أنت عم تحكي مع أمك. لكن لقاءكم هذا شو اسمه؟ بدون علم حدا. شو معناته؟ اي ماما هلا برجع بحكيكي بعد شوي. خلص ماما هلا بس نرجع البيت بنحكي. باي. يا سيد فؤاد صدقني امك مثل امي. قلت لك خلاص احسن ما قل قيمتك. ماما قومي انتي روحي ولا تخافي. وقت بدي خبر بابا رح اخذ رايك. خبرهم. ماما قومي روحي خلص بعدين بنحكي. رجلي على رجلك. لا وحياتك ما حذرتي قبل ما صفي حسابي مع الشاب الاشقر. يا مين قوم روح على البيت. لا والله لا والله ما بيتلحلح من هون. خايفه عليه مني ماما؟
يا ابني يا ابني انت فهمان الموضوع غلط. غلط ولا صح؟ في موضوع بيني وبينه ولحالنا. تسري بري ضايع عليك لا تتهوى. طيب قوم اطلع معي. قوم ماما مثل ما اجيتي لحالك بتطلعي لحالك. شرفي خلص خلص تودينا. روحي انت لا تقلقي. فؤاد بري ضايع عليك. طالما ما شربت القهوة انت وماما نشربها سوا. شرف عوض. فياض من استاذ جبنا اثنين قهوة. انا راسي. تستاهلي تستاهلي اكثر من هيك. تستاهلي لقبس صرمي بس ما يضربه وينبلى فيه. معقول يحكي لابوه؟ او انت شو بدك من امي؟ ولا يا سيد فؤاد صدقني انت القصه كلها انه هي لا تقول مثل امي. احسن ما كسر لك سنانك هون. مره قد امك وانت شب حليوه وميت بنت ترتمي تحت رجليك. ليش امي بالذات عم تسحب مصاري منها؟ ولا لك حرام تظن بامك بهي الطريقه. انا بحاجه مصاري؟ انا انت اكثر واحد بيعرف ان انا مو بحاجه مصاري. لكن شو اللي بيحببك مره قد امك؟ لك انا ما بحبها وما في شيء بيني وبينها حرمه الله. بعدين اذا بدك جيب مصحف لاحلف لك عليه. حط الفنجان الثاني قدامه. نظراتك لامي يوم عرس اخي. نظراتي انا؟ شوفوا له انا رح اتركك هلا بس يا ويلك وظلام ليلك اذا بتقرب لح امي انت او امك. صحيح انا ابن سالم الازهري بس ازعر بزعر ومكتر. عم تسمح؟ هذا غير اذا قلت له لاخي مؤيد. وانت بتعرف اخي مؤيد قديش لوح. اذا قلت له قول لمين ما بدك انا بيني وبينه ما في شيء ومن هلا ورايح ما بقى رح شوفها. منيح هيك؟ ارتحت؟ لا مو منيح. تاني مرة بس تشوف امي ماشية بالشارع تكبر راسك يا كلب. تفضل هاي الفنجان الثاني اشربه سنبل هاري. يصير نص الليل مسألة ما بتطمن. وابو صالح لازم يعرف هذا الشيء. لازم يعرف انه اديب طلع من البيت وما رح يرجع وانه ممكن الشرطه تطب علينا باي لحظه. وابو صالح شو رح يطلع بايده يساوي؟ لازم طلع لنا هون. ونايف ليه ستار دور عليه بحبش الا ما تلاقيه. انت ساير عقلك شيء؟ مع عمي هربان ومتخبي مثلنا. واذا الحكومه معرفه تلاقيه انا بدك اياني الاقيه. اه على البرطاخ ولي على البرطاخ. الله يلعنك يا اديب الزفت. اهدى بقى اهدى. بجوز راح لعند شي حدا من رفقاته. لك شو بده يروح لعند حدا من رفقاته؟ شو بده يروح؟ لك ما شفت اليوم شو عم يحكي؟ كان عم يرجف مثل الدجاجه. الله يعلمك بين ايدي. هلا معقول جاي تسكن عندي وما لك ثقه فيني؟ موفق صاير كثير لحوح. طيب مو لازم اعرف ليش طالبينك؟ أحسن لك أنك ما تعرف والأفضل أنه أخذ بيت لحالي. بيت لحالك؟ إيه بيت لحالي وأنت تستأجر لي إياه ويكون عقد الأجار باسمك أنت. وفق الشغلة فيها قطع روس وأنت مالك ذنب اللي عم يصير.
مسيك، خلي هدول المصاري معك، بتشوف لي بيت مناسب وبتدفع لي إجر 6 شهور سلف لقدام، وإذا سنة ما عندي مانع. موفق. بدي البيت بمنطقة سكنية مليانة ناس. من هلا ورايح بدي أعتمد على حالي، لا على أبو صالح ولا على غيره. مين أبو صالح؟ لا لا لا، أنت لا تشغل بالك. انت بتقدر تعيش بدون نسوان انت؟ بس غريبه انا ليش مليت منها بسرعه لهالمره. هلا في قدامك خيارين يا مؤيد، ايمان ولا اميره؟ والله الاحسن اميره. سيدي انا بطلق بالشام ومهدي بيتجوز بكندا. ولا هالمطرب والقدود الحلبية. حسيت حالي من المطرب كأني فصد حلب. ايه صحيح، ذكرتني. ليش قلت لهم لأهلك انه رايحين على كندا مع تركيا؟ ساتك مذكرة؟ والله ليه؟ حتى وقت يعرفوا شو عملت بالشركة قبل ما سافر ما يفكروا يطلعوا على كندا لأنها بعيدة. بس إذا بدنا نطلعوا على تركيا فشختي، يعني إذا طلعوا الظهر بيصلوا المساء. بيكونوا عرفوا؟ أكيد. هلا إنا مهالسيرة، شفتي لي أهله لتين شو زراف؟ إيه زراف كتير. منيح اللي ما انتبه لتين وهو عم يغمزني كل الحفلة. شبك فؤاد؟ جاي لعندي غصب عنك؟ في حدا بيجي لعند حدا غصب عنه؟ طيب ليش لكان هيك قالب خلقتك؟ هالدنيا الوسخة، لأنك ما بتحزري شو مخبالك فيها. خير خير. شبك لتا وقت؟ تعبان ما حقدر كفي السهرة، بدي روح نام. لسا كاسك ما شربته؟ معلش ابتهاج، أنا كتير ضايق أخلاقي، وإذا ضليت قاعد رح ضيق لك أخلاقك، تصبح على خير. ما تحكي. شو بدك يعني أحكي؟ يا مين؟ اتصلت فيها لحتى اطمن عليها، قالت انه داير اخلاقها، قلت لها انا كمان، انت عزمتها على فنجان قهوه، خربت الدنيا. والقهوه ما بتنبنى معكم الا بكافيتيريا العشاء. يا ماما كل الكافيتيريات بالبلد للعشاء.
انقبرتوا ورحتوا وتسممتوا القهوة يوم بلعت معكم. وبعدين الظاهر ابن فؤاد كان عم يراقبها، وهي فاتت من هون على المحل وفات وراها، وعدي ما اقنعي انه عادتنا بريئة وما فيها شيء. بريئة؟ ومن اين عم تطلعوا مع بعض؟ هي تاني مرة. أول مرة كانت من كم يوم بالمطعم. أول مرة بالمطعم، الثانية بالكافيتيريا، والثالثة ماما. وقت كنت أقول لك شوفي بينك وبينها كنت تقول لي كمان أنت ماما كمان أنت. بسيطة، على كل حال حسابي مو معك، حسابي مع هذيك الكريبة. ماما أصحك تجرحية بكلمة، ها صدقيني ما في شيء من اللي عم يدور براسك. ست رودينا أشرف ما بتتخيلي. لك قاعدين أنت وياها بكافيتيريا العشاء وعم تشرشر أنت وياها شرف. قوم قوم فوت غير أواعيك مشان حط لك لقمة أكل، ضربة تخلع رقبتك. لا إذا ضربة تخلع رقبتي أنا ما بدي آكل، بدي نام، حاجتنا تبهدلنا اليوم بما فيه الكفاية. لكان هيك يا رودينا، بسيطة. مرحبا يا شباب. صديقي العزيز القاضي جليل، كيفك؟ تفضل تفضل. إلو مالك عندي شغل؟ ما كنا شفنا. لا هاي مالك حق فيها، أنا اللي دائما بتصل وبسأل عنك. من إمتى ما اتصلت؟ طيب ممكن تلفها شوي هلا. هي العم؟ هي العروس وهي أخوها. هاي اثنين شهود. طيب على بركة الله، يلا تفضلوا. بسم الله. قائمة بأسماء الجهات اللي عليها دفعات للشركة مستحقة. نعم استاذ. تتصل فيهم واحد واحد وبتقول لهم الشركة عم تمر بظرف قاسي وبحاجة لهي الدفعات. بس ما فيك تضغط عليهم، وخصوصا هاد وهاد. اوكي؟ اوكي. شو؟ خبرونا. عشقانين بعض؟ استحي فؤاد، أنت عم تحكي مع أمك. لكن لقاءكم هذا شو اسمه؟ بدون علم حدا. مشان هيك مو طايقتي لبابا؟ وعك تغلط. أنا أغلط؟ يا أمي تمني ولاد، يا ست نيفين وفداء. تفضل تفضلي. سالم بيك قال نرجع هدول التياب على البوضة. اي نعم. فؤاد فا؟ ما شفته، أكيد لساته نايم. فوتوه. الله يمضي هاليوم على خير. ان شاء الله الف مبروك. سوري حبيتها هاي. سوري هذيك تبع سالم بيك انسالي نهائيا. بس ايام اوعك تقلي قدام حدا سوري. لا معقول. تفضلي. عقبال ما نادي لك حماي. تفضل تفضل. مبسوطة أميرة؟ الحمد لله. اليوم بتودعي البيت العربي، لأنه خلص ما عدت تروح على البيت العربي إلا لما منروح منزوره لأيهاب. بهالسرعة؟ إيه بهالسرعة. نحن طالما ما رح نعمل حفلة عرس بخيروا البر يعاجله، ليش هالآخر موضوع؟ ولا أنا غلطان أيهاب؟ لا بس هي قصدها بجوز مشان تلحق تجهز حالها. ولا تجهز حالها ولا شيء، بكرة بخليها تنزل على السوق تشتري كل شيء بدها إياه، بعدين يا أخي البيت عنا كامل ونكمل. ولا شو رأيك أميرة؟ مثل ما بدك. يا عيني عليك. يا هلأ فوت على الشركة وأنا مبسوط ومشقرق. إيه بس ما حدا من أولادك يشوفنا راكبين معك. لا تخاف أخذ احتياطي، عشان هيك قلت للأميرة أنه تقعد ورا. مثل ما أقول لك جيبيها من حلب من حمص إن شاء الله من رقة. المهم ما تكون من محافظة دمشق. ولا تنسى بديها تازة وسخنة معك اليوم وبكرة وبعد بكرة بالكتير أسبوع. انت شو عم تحكي سهيل بيك؟ هاي مو بهالسهولة بتلتقى. يلي بدور بلاقي. حط لها 4 دورولك ان شاء الله 10.
بكره ميتك انت وياه محفوظه. وانت زلمتي انت خاص ناس لحالتك تحت ارضك. المهم تكون تازه وسخنه. يلا انا معك. حاجه خليتني استناك على نار من امبارح لهلا. يلا بعدين نضيع وقت. يسأل صباحك مأمون بيك. حكيت مع شاكر وسلم الأزهري؟ شو الحكي؟ وصلت ل 17 مليون وما رضيوا؟ يعطيك العافية. طيب إيمان كمان ما أجيت ونسيتي تقليلي؟ لا ما عندي علم. طيب صباح الخير بابا. صباح الخير حبيبي. صباح شو وينك لهلا؟ صباح الخير. كيف؟ وينك لهلا؟ يعني وين بدي أكون بابا؟ من الشغل طبعا. الله يعطيك العافية. يمكن لأنه ما بتعرف تحكي ولا كلمة عربي. طيب معقول تتجوز وهي ما بتعرف تحكي عربي؟ مين قال لك إنه بده يتجوز؟ إيه مهدي؟ شو قررت؟ شو بدك تسوي بإسطنبول بعد ما يخلص شهر العسل؟ قررت أرجع على الشام. شو هالحكي؟ قلنا كم عميل عايشين هون وبيشتغلوا هون. تبحثت أنا وياهم ولقيت إنه تجار إسطنبول بياخذوني على البحر وبيرجعوني عطشان. طبعاً بدك ترجع عطشان، لأنه مية البحر مالحة ما بتنشرب. لك عن جد ما عم امزح معك، هذاك انه في عائق اللغة التركية. وانت مدام ما بدك تقنعي يبقى هون؟ انا ما بدي اقتنع. معناته انت كمان لا حبيتينا ولا حبيتي اسطنبول. ليش؟ انتوا على سلامتكم، اسطنبول كمان بتجنن، بس يعني لشهر واحد مو اكثر. لا تخلي حدا يدخل لعندي ولا تعطيني مخابرات. بابا اهدى الله يخليك. كان لازم اتوقع انه بدي اعمل هيك. ومن بدك تتوقع؟ لما اجى وقال لي انه بدي اسافر هو ومرته، كنت لازم اتوقع انه ما راح يسافر بدون ما يعبي جيابه. قلت لي سافر على كندا؟ هو هيك قال. كذاب، اكيد كذاب. لانه لو مو كذاب كان اتصل فيني او فيك او بامه او باخته او بحدا يعني. وشو دخل هذا باتصاله؟ لا، بنكشفه من رقم، بنكشفه انه هو كذاب وانه هو بغير بلد. يعني قصدك انه هو سافر على بلد تانية؟ شوف ما في غير طريقة واحدة. مدير حركة المطار صاحبنا بنقول له يكشف لنا على اسماء الركاب اللي سافروا بهذا اليوم، كل واحد بأي اتجاه، بنشوف اسمه بنعرف لأي بلد راح. وشو راح تعمل؟ أنا أعمل؟ لا مو أنا اللي راح أعمل. الانتربول اللي راح يعمل. أنا ببلغ الجنائية وهن بيتصرفوا. شو يعني بدك تحبسه؟ بدي أحبسه؟ لك هذا بيستاهل الشنق. رأيك؟ لمعلوماتك. هو ما اكتفى بالنهبة اللي نهبها لما كان موظف بالشركة، بعد ما طلع كمان نهب. لك شو هالولد هذا؟
بابا يعني هيك انت بتكون عم تعمل فضيحة؟ ايوه هو اكيد معتمد على هالكلمة هي، بابا لا تعمل فضيحة، انه ابني ما رح اعمل فضيحة واشتكي عليه، لا مشان حافظ على سمعة العيلة. بابا طول بالك وهدى وعود وخلينا نفكر بهدوء. الله يخليك. شوف قصة انه اتركه ما رح اتركه، حتى ولو بدي اضطر سافر بنفسي على البلد اللي قاعد فيها، فهمت؟ طيب اهدى انا بتصرف، بس اعطيني شوية وقت. عشقانين بعض؟ استحي فؤاد، انت عم تحكي مع امك. وقت بدي خبر بابا رح اخذ رأيك. خبرهم. يا ابني يا ابني انت فهمان الموضوع غلط. فؤاد؟ ها؟ فؤاد؟ قوم ماما، ما حاجتك نوم؟ صباح الخير. صباح الخيرات. هديت؟ أنا ما كنت ضايج لحتى أهدى. إن شاء الله ما تعلقت معه بعد ما تركتكم. ليش ما اتصلتي فيه وفهمتي منه؟ لا والله. قلت له إذا حكى معك هو ولا أمه أنا بدي ابتلي فيه ونفوت على السجن. حياتك يا ابني، حياتك الموضوع ما بيستاهل. والله ما بيستاهل. معقول ما عاد لك ثقة فيه؟ أنا وقت فتحت الموضوع أول مرة معك قلتي لي إنه لولو خانم كان معها خبر وطلع ما معها خبر، كيف بدك يعني أثق فيكي؟ آه كيف؟ لأني أمك. لأنك أمي. موضوع أخطر مني، مرقوا هيك. وحياة بلادي الثمانية ومعهم نيفين وفداء، أنا ما في شي بيني وبين يعني. وحياتك يا ابني وحياتك، لك انا ام رائد، انا مرت سالم امك، انت شو مفكرني؟ يعني ما تشوفي لا هو ولا امه؟ امه شو دخلها؟ دخل ان امه وما عرفت تربيه. طيب هو شو عمل؟ ماما يا مين طمعان فيكي؟ مثل ما انا طمعت بابتهاج. خلص انت الشك اكل قلبك وما عاد في فايدة. انا رح ضل شوف لولو اللي بدك يعمله. ماما لولو خانو تجي لعندك لهون معلش، انت تروحي لعندها عالبيت لا، كون يامن معها لا. هذا الحكي عم قلك يا بعد ما صدقت انه انت ويامن ما في شي بيناتكم. صدقت من قلبك؟ يا ريتك تسامحيني لأني ظلميت فيك.
ست ست روح جيب نتيجة التحليل. تحليل لمين؟ رفيقي ماما رفيقي.